السلام عليكم. الانتقال السياسي الكامل، تلك هي العبارة الأبرز التي خرج بها مجلس الأمن في اجتماعه الأخير بخصوص اليمن دون ما تفسير دقيق لطبيعة ذلك الانتقال. لكن عملية الانتقال السياسي ارتبطت بالمرجعيات الأساسية، المبادرة ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن، وهذا يشير إلى استكمال عملية السياسية التي توقفت بفعل الانقلاب والاجتياح. قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم التصويت عليه بالإجماع أكد فيه على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة. القرار 2342 عبر أيضا عن الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين. من الواضح أن العملية السياسية التي كانت في طريقها إلى مناقشة مسودة الدستور تعرضت للانقلاب، وهذا ما يعزز تأكيدات متابعين أن الانتقال السياسي الكامل لن يأتي إلا بعد إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. فهل قرار الانتقال السياسي وتمديد لجنة العقوبات بحق أركان الانقلاب انتصار دبلوماسي للشرعية في معركة إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة؟ ولماذا هاج المخلوع في خطابه وهدد باستخدام صواريخ بعيدة المدى بعد قرار مجلس الأمن الأخير تحديدا؟ هل يعود إلى كون لجنة العقوبات قد عرفت مخادع الأموال المنهوبة؟ مشاهدينا الكرام، حول مجلس الأمن والانتقال السياسي الكامل ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير للمشاهدين الكرام. أهلا بك معنا أستاذ نبيل، سينضم معك بالطبع آخرون عبر الهاتف، ولكن قبل أن نبدأ حلقة الليلة نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أدعو مؤيدي مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات الرمز S/2017/142 لرفع يدهم. قرار أممي جديد يطال القيادات الانقلابية في اليمن، القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع ويحمل الرقم 2342 أكد على الانتقال السياسي الكامل بناء على المرجعيات الأساسية للعملية السياسية التي تعرضت للانقلاب من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. كما أكد القرار على التزامه بدعم العملية السياسية المتمثلة بانتقال سياسي كامل، استنادا للمرجعيات المتفق عليها في مقدمتها المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة التي تنتهي بالاستفتاء على دستور الدولة الاتحادية والدخول في الانتخابات لبلوغ مرحلة جديدة تالية للمرحلة الانتقالية. لجنة العقوبات كانت قد أصدرت قبل أيام الهيكل المالي للمخلوع صالح ونجليه أحمد وخالد، متضمنا معلومات عن الحسابات والأصول البنكية التابعة لهم في العديد من بنوك العالم، بالإضافة إلى الشبكة المالية والشركات الخاصة بهم، فيما لا تزال اللجنة تتتبع الإمبراطورية المالية للمخلوع. تمديد ولاية لجنة العقوبات لعام كامل بحسب متابعين له علاقة بالوقت المطلوب لتقصي وتتبع أرصدة المخلوع وشبكات أمواله المنهوبة من أقوات اليمنيين. القرار الأممي عبر عن الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، والقلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين. بين قرارات الشرعية المساندة لاستعادة الدولة في اليمن وتحركات قوات الشرعية على الأرض وإسناد التحالف العربي لهما، تتضح ملامح المرحلة المقبلة وخيارات اليمنيين إزاءها. إذا مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع ضيفي الأستاذ نبيل البكيري، أرحب به من جديد. مساء الخير مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، قرار مجلس الأمن ربما أبرز ما جاء فيه انتقال سياسي كامل، تمديد ولاية لجنة العقوبات، ما هي قراءتك الأولية لطبيعة القرار بشكل عام؟ أولا لا شك القرار هو امتداد لقرارات سابقة، وكأنه ليس هناك تحول كبير فيما يتعلق ب رؤية المجلس الأمن لمسار الأزمة في اليمن ولمسار الصراع منذ البداية، وبالتالي هو يضع الكثير من الخطوط العريضة لمسألة الانتقال السياسي الذي لم يحدد طبيعته في نفس الوقت. يعني هناك
نوع من الارتباك أيضا في عدم تحديد مسار هذا أو زمنا ومكانا وكيفية لمثل هذا الانتقال السياسي الذي ذكره التقرير. لكن مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق بالفصل بين التقرير وبين القرار، إنه القرار كان عبارة عن التقرير أقصد عفوا كان عبارة عن قرار نهائي أو شبه نهائي للجنة العقوبات أو لجنة الخبراء التي سميت، وفيها أيضا تفاصيل دقيقة فيما يتعلق بالأموال وأصول الأموال التي يمتلكها المخلوع وأسرته، فضلا عن أيضا مسار التطورات العسكرية، وهذا أيضا ما يعني تم إغفاله فيما يتعلق بمسودة القرار، يعني ما ذكر في التقرير غير ما ورد في القرار، في دلالة وإشارة واضحة على أنه ليس هناك تحول كبير في رؤية الأمم المتحدة لمسار الصراع في اليمن، مع استثناءات بسيطة تتعلق أيضا بعدم تحديد آلية الانتقال السياسي بطريقة دقيقة جدا. في مآخذ على مسألة القرار، رغم أنه يعني قد يبان من شكله الظاهر أنه انتصار للشرعية التي لم تبذل جهد في هذا الانتصار أصلا فيما يتعلق بمسار الدبلوماسي، لكن الخطورة فيه أيضا أنه لا زال يتحدث عن طرفي عملية سياسية، ولا يحدد بدقة ووضوح شديد مسألة أنه هناك شرعية وهناك انقلاب، هذا لم يرد في التقرير على الإطلاق. نعم، ولكن يعني هناك حديث عن عقوبات، عن التعاون صالح والحوثي، عن يعني مسألة تهريب السلاح وما إلى ذلك، يعني ذكرت بعض التفاصيل، هل يمكن يعني أن نفهم منها أنها إشارة واضحة لمعرقلين التسوية السياسية؟ صحيح أنه قد تحتمل ضمنا مثل هذا التفسير، لكن في حقيقة الأمر نحن أمام مفردات واضحة فيما يتعلق بعدم الإفصاح عنها أو حقيقة هذا ما يجري. مسألة العقوبات والأشخاص العقوبات هي مسألة سابقة لهذه اللحظة، بمعنى أنه منذ القرار أكثر من 4 قرارات سابقة وهي تتحدث عن مسألة العقوبات. الجديد فيها اليوم أنه أعادة تكرار نفس السياق، لكن أنه يتم الحديث عن شرعية وانقلاب هذا لم يرد في التقرير، لكن يكفي أنه أثار أيضا التقرير أثار مسألة جوهرية ورئيسية فيما يتعلق بالمصادر المالية للانقلاب. مصادر المالية للانقلاب هي إشكالية كبيرة وخطيرة أيضا يجب الاشتغال عليها، لأنه بالنظر إلى أنه حتى هذه اللحظة أيضا لم نرى اشتغال مقابل من قبل الشرعية ولا من قبل أيضا التحالف، وخاصة أطراف التحالف توجد فيها مصادر هذه التمويل. يعني فالسؤال هنا يعني يعود بدرجة رئيسية، لماذا حتى الآن لم يتم اتخاذ إجراءات دقيقة فيما يتعلق بأصول هذه الأموال، وخاصة الموجودة في إطار ما يسمى بالتحالف أو دول التحالف العربي. لكن أيضا يعني هناك في القرار هيكلة مالية، ذكر أصول، هذه الأمور يعني أليست لغة واضحة؟ هي لغة واضحة لا شك في ذلك، لكن اللغة الواضحة هذه بمعنى آخر أنه القرار الأممي هذه اللغة أتت من التقرير، تقرير الخبراء. تقرير الخبراء هو تقصي لحقائق ومعلومات موجودة، لكن التقرير أيضا لم يتطرق بدرجة رئيسية إلى مسألة الانقلاب، ولا زال يوصف الأمر على أنه صراع بين أطراف، وفي هذا أيضا إشكالية في تتعلق بعدم وجود جهد مكافئ للجنة الخبراء من قبل الحكومة الشرعية فيما يتعلق بالتعاطي مع كل هذه التحولات وكل هذه المعلومات التي أو كل هذه الخطوات التي تصب في صالح الشرعية، وكيف لا يتم توظيفها في سياق مخاطبة المجتمع الدولي أنه نحن أمأزى انقلاب، هذا الانقلاب هو الذي أوصل العملية السياسية ووصل البلاد إلى هذا المستوى من الفوضى والحالة الأمنية المزرية أو الإنسانية أيضا. وبالتالي هذه الخطوات التي يجب على الحكومة اليوم على الدبلوماسية الحكومية أن تشتغل فيها وتشتغل عليها للدفع بالمجتمع الدولي باتجاه رؤية أكثر دقة للوضع في اليمن، شرعية وانقلاب. نعم، إذن كلمة الانتقال السياسي أستاذ نبيل، يعني وتحديدا الانتقال السياسي الكامل، هل المقصود بها استكمال المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات؟ لا شك أنه هذا واضح. طيب يعني كيف ستحدث هذه الأمور يعون يعني ما هو وضع البلد؟ أليست يعني صورة مثالية لما يحدث هنا السؤال؟ هذا السؤال أيضا هو يأتي نوع من البرود الشديد
للأمم المتحدة في التعاطي مع الملف اليمني. نعم، نحن نعلم أن المسألة إذا يعني لم توجد حرب أنها ستسير بهذا الشكل، ولكن الآن هناك انتقال سياسي. عندما تتحدث عن انتقال سياسي أنت تتحدث عن بيئة سياسية قابلة لهذا الانتقال السياسي. ما هي البيئة السياسية؟ هي أرض فيها سلطة، فيها أمن، فيها نوع من الاستقرار في المعيشة على الأقل والإنساني. لا نتحدث عن الاستقرار السياسي، الاستقرار السياسي هو بالأخير محصلة نهائية لعملية انتقال سياسي حقيقية، لكن نحن الآن لا توجد هناك أرضية لانتقال سياسي، والحديث عن انتقال سياسي في إطار هذه الحالة هو نوع من العبث والاستهبال يعني إن صح التعبير، لأنه كيف نتحدث عن انتقال سياسي إذا كانت هناك انقلاب وهناك دمار وهناك هل حرب؟ هل يمكن أن يفهم أيضا أن تسوية مسألة يعني خصوصا أن هناك العودة إلى الحوار الجاد، يعني مسألة لا شك كل هذه المصطلحات وكل هذه اللغة التي صيغ بها القرار هي تحتمل كل هذه الاحتمالات. بمعنى آخر عندما يتحدثون عن انتقال سياسي هم يتحدثوا بالضرورة إلى عودة مسار المباحثات السياسية والحلول السياسية والاجتماع والالتقاء ليجد مخارج الأزمة اليمنية، كما يعني ممكن أيضا أن يفسر أيضا بأنه عودة إلى ما قبل الانقلاب بشروط القرار 22-16 الشهير، لكن خاصة وهم يتحدثون عن المرجعيات الثلاث، يعني كل ذلك ما قبل الانقلاب يفترض بالفعل. لكن الخطورة في مثل هذه اللغة أنها لغة تخديرية. نعم، لغة مطاطة لا يمكن أن يفهم منها أمر ربما حاسم. لغة تخديرية يقصد بها بدرجة رئيسية إسقاط المسؤولية القانونية والدولية للمنظمة الأممية المجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بدخول اليمن تحت البند السابع، وضرورة أن تكون أيضا وتفعيل مسارات هذا البند فيما يتعلق بعودة الشرعية وإسقاط الانقلاب. أنا باعتقادي أن المجتمع الدولي يتعامل مع هذه النقطة بنوع من التذاكي والاستغباء والاستخفاف للمسألة والعملية السياسية برمتها في اليمن. نعم، إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة من واشنطن. مساء الخير سعادة السفير. أهلا بك معنا دكتور. يعني انتقال سياسي كامل، هذا يعني ما أبرز ما جاء أيضا تمديد لجنة العقوبات، يعني هل يمكن أن يفهم شيء مباشر من هذه الجملة الانتقال السياسي الكامل؟ لا طبعا، أنا شفت التناولات الصحفية اللي تناولت هذه المفردات، يعني بالتأكيد كل قرارات مجلس الأمن منذ ابتدت العملية الانتقالية بعد ثورة فبراير الحديث دائما يصير حول مسألة الانتقال السياسي السلمي الكامل الذي كان لولا الانقلاب كنا بصدد انهائه. المبادرة الخليجية تتحدث عن انتقال سياسي كامل مكون من مرحلتين، المرحلة الأولى يعني الحوار وإعداد الدستور، والثانية الانتخابات، وكنا يعني باتجاه استكمال هذا المسار السياسي الانتقالي. كل قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار الأخير أكد على هذا الأمر. أعتقد لا يمكن تحميل الأمر أكثر من ذلك. هذه اللغة القانونية المستخدمة في كل قرارات مجلس الأمن. القرار الأخير أعتقد أنه كان يعني تأكيد على وحدة يعني المجتمع الدولي تجاه القضية في اليمن. الأهم في الأمر أنه لم يصار إلى الحديث مطلقا حول ما يعرف بخارطة الطريق التي كانت فيها يعني مبنية على ما عرف بأفكار كيري، والذي كان هناك في تسويق كبير جدا لها خلال المرحلة الماضية، وكنا قاب قوسين أو أدنى من أن يصدر قرار من مجلس الأمن يدعم هذه الخطة. القرار ركز بدرجة رئيسية على تجديد ولاية العقوبات، نعم، لجنة العقوبات، وهذه المسألة الأساسية. نعم، يعني دكتور، ما هي الأهمية التي جاء بها القرار؟ يعني أنت قلت أن ربما هي الأساسية تمديد لجنة العقوبات. ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور نبيل، أستاذ نبيل بوكيري، يقول أنها لغة تخديرية استخدمت في هذا القرار، لا يوجد يعني منها ربما كلمة واضحة. حديث عن انتقال سياسي كامل يحتاج إلى بيئة سياسية قابلة لهذا الانتقال، ما رأيك؟ لا، انا اعتقد يعني هذا القرار هو يعني معني بدرجه رئيسيه بموضوع لجنه العقوبات وتجديد العقوبات، والتي يعني استندت على القرار 2140 الذي اتى وشكل لجنه العقوبات ووضع المعرقلين وليس اليمن. هناك البعض من يقول اليمن تحت
العقوبات او تحت المعرقلين هم منهم تحت العقوبات. الاساس في هذا القرار هو موضوع العقوبات. طبعا كدي باقي ولازم نعرف انه في القرار في فقرتين، في فقره يسموها الفقرات الاجرائيه العمليه الاساسيه، وفي المقدمات. المقدمات تذكر فيها كل شيء عاده تم تناوله سابقا فيما يتعلق في مكافحه الارهاب، فيما يتعلق بالحاله الانسانيه، فيما يتعلق بكل القضايا. ثم ياتي الى الفقرات الاخيره اللي هي الفقرات يعني الاجرائيه التي تكتسب الصفه النهائيه اللي تحدد ما هي صيغه القرار، هذه تتكلم عن العقوبات فقط. فالقرار لم ياتي بجديد، عاد التاكيد على وحده المجتمع الدولي باتجاه رفض الانقلاب، باتجاه يعني عدم تغيير اي مما ذكر في القرار 22/16، وهذا المحاولات السابقه كانت ترمي الى هذا الاتجاه. انا اعتقد ان القرار كان تعزيز للنجاح الدبلوماسي لليمن وللاقليم الذي استصدرت القرار 2016، وافشلت كل المحاولات التي حاولت ان تنشئ بنيه قانونيه جديده تخالف القرار 2016. هذا القرار الاخير اجى بنفس بذات الاتجاه. انا اعتقد هذه القضيه الرئيسيه التي طبعا فيما يتعلق بموضوع يعني لغه اكثر حزما او كذا، اعتقد انه لا نتخيل من المجتمع الدولي اكثر 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 من ذلك. لا، لكن على مستوى الدكتور احمد يعني اسمح لي يعني تمام، يعني لنتفق انه لا نتوقع من المجتمع الدولي لغه اكثر حسما، ولكن يعني على الاقل ادق توصيفا في مساله شرعيه وانقلاب لم نجد هذه المفرده بتاتا. يعني على العكس هناك يعني الاطراف متصارعه، الجلوس مع بعض. الاساس في هذا القرار هو يعني صادر عن مجلس العقوبات، يعني اجتمعت مجلس الامن عشان موضوع العقوبات. هذا الجوهر الرئيسي في هذا القرار. لكن كنا نخشى من تضمين اي عبارات يعني تخالف جوهر القرار 2016، وذلك ما لم يحدث. وانا اعتقد هذا يعني انتصار كبير، هذا يعني لليمن، هذا حفاظ على وحده المجتمع الدولي باتجاه اسس المرجعيات العمليه السياسيه في اليمن. الحديث حول موضوع عمليه سياسيه كامله انا اعتقد لا غبار عليه مطلقا. هذا نحن بالتاكيد اليمن منذ يعني من بعد المبادره الخليجيه يمر بمرحله انتقاليه سياسيه يجب ان تستكمل، يجب ان نمضي في 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 مسوده الدستور، يجب ان نحضر الانتخابات، يعني استكمال هذه المساله التي تم الانقلاب عليها من قبل الانقلابيين الذين هم محددين في صيغه هذا القرار بانهم معرقلين، وعلى راسهم علي عبد الله صالح وولده وعبد الملك الحوثي واخوه وابو علي الحاكم. وشفتم تقرير لجنه الخبراء يعني الممثقه عن لجنه العقوبات، تحدثت حول اسماء بعينها. يعني دور خالد احمد علي عبد الله صالح ودور يعني اخرين من جماعه الحوثي. نعم، يعني كيف يمكن ان تستفيد الشرعيه من هذا القرار الذي تجدون انه في صالحها، وكيف ان المجتمع الدولي ما زال متماسكا في صف الشرعيه؟ انا اعتقد ان 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 انه كما لم يكن سابقا، يعني هذه افضل فتره انا من تقييمي وقراءتي، وانا اشهد وارقب الموقف هنا في واشنطن. يعني الامور مهيئه بشكل كبير جدا للشرعيه بان تستفيد من هذه اللحظه التاريخيه باتجاه ان تحسم كثير من القضايا على الارض. هذه انا اعتقد جزء كبير من الضغوط التي يعني والمبادرات الخارجه عن الخط التي كان يروج لها سابقا. انا اعتقد هذا القرار اتى ليؤكد يعني على 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 البنيه القانونيه التي طالما نادت بها الشرعيه واعتبرت الالتزام القاطع بها هو المدخل الوحيد للحل في اليمن، ما يعني وهو انهاء الانقلاب اولا. اعتقد ان 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 القرار، الاجواء الدوليه التي موجوده الان، المؤشرات التي نسمعها يعني من كثير من العواصم في العالم تعطي هذا الاتجاه، وبالتالي انا اعتقد على الشرعيه ان تستفيد من هذا المناخ الدولي الجديد، مزيد من التماسك، مزيد من النجاحات في الارض. والنجاحات هنا ليست فقط النجاحات العسكريه، ولكن كذلك يعني تثبيت الامن في المحافظات المحرره، اعطاء نموذج يعني
إيجابي لإدارة تلك المحافظات وتطبيع الأمن وتقديم الخدمات. أنا أعتقد هذه كلها رسائل يجب أن ترسلها الشرعية لتعزز من هذه الأجواء الدولية. وبالتأكيد كذلك موضوع النجاحات الاقتصادية وإثبات أن نقل البنك المركزي لعدن كان خطوة باتجاه خدمة كل اليمنيين، ونعتقد هذا هو ما يحصل الآن. هناك معارك كثيرة على أكثر من جبهة اقتصادية وعسكرية وسياسية وإعلامية، يجب علينا جميعا أن نستثمر هذه الأجواء الجديدة ونوظفها بطريقة سليمة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك سعادة السفير الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. نعود إليك أستاذ نبيل. تحدث الدكتور أحمد عن ربما كثير من الامتيازات التي وردت في هذا التقرير، ربما أبرزها تمديد لجنة العقوبات، ذكر أسماء بعينها، الحديث عن أيضا الوقوف مع فكرة المرجعيات الثلاث مما يعزز وجود الشرعية وتأييدها، ما رأيك؟ اولا ليس كل ما ذكره سعادة السفير هي ليست نقاط جديده، يعني هي نقاط يعني يتم تكرارها واعادتها في كثير من القرارات السابقه. صحيح، انا دعني اتفق انه مع سعادة السفير انه مساله انه توحيد الموقف الدولي فعلا هذه يعني مهمه، مؤشر مهم جدا. ايضا مساله انه دليت مساله يعني حذف مساله خارطه الطريق من كل القرارات او من هذا القرار تحديدا، يعني هذه يعني لا شك انه فيها نوع من الجده. لكن الاشكاليه تكمن ايضا يعني الاشكاليه التي يفترض ان يتطور اليها القرار الدولي، وهي مساله انه ما نلاحظه في القرار 2216 لم نجده في القرار 2342. بمعنى اخر انه القرار 2216 كان أكثر دقة في توصيف حقيقة الأزمة في اليمن، على عكس هذا القرار. يعني هذا القرار برغم هذه اللغة التي كتب بها وبرغم الامتيازات التي بمعنى يعني آخر، هل استطاع الحوثيون فرض أنفسهم على المجتمع الدولي بهذا الشكل؟ طبعا هذا سؤال خطير جدا، وخاصة حينما تقرأين تقرير لجنة العقوبات. تقرير لجنة العقوبات يشير إلى ذلك بشكل كبير جدا. بمعنى آخر إنه يعني نحن أمام تطور كبير فيما يتعلق بامتلاك قدرات عسكرية جديدة، ظهرت أسلحة جديدة نوعية لدى جماعة الحوثي، استهداف السفن، استهداف الملاحة الدولية، يعني التهديد بأسلحة استراتيجية. يعني كل هذا في الأخير هو مؤشر آخر أيضا على مسألة أنه لجنة العقوبات بقدر ما يعني عملت على بقائها، أو بمعنى آخر أنه عززت مسألة العقوبات والحصار على الأموال وذلك، لكن في نفس الوقت لجنة العقوبات تفرض واقع أو تقول عن أشياء ما كانت موجودة في السياقات السابقة، وهي مسألة أنه أصبح الانقلابيون رقم لا يمكن تجاوزهم على الأرض، وبالتالي استحالة الحلول العسكرية. يعني نحن أمام مؤشرات خطيرة أيضا لا يمكن أن نغفلها ونقرأها في السياق منعزل عن بين القرار وبين لجنة العقوبات أو تقرير لجنة العقوبات. نعم، إذن يعني إذا تحدثنا عن الشرعية كمستفيد ربما سياسي من هذا القرار أو من القرارات الدولية التي ربما يعني تتفق بشكل أو بآخر مع الشرعية وتأييدها أيضا، كيف يمكن أن تلتقط هذه النقطة من قبلها وتبني عليها؟ الإشكالية إنه حينما نتحدث عن الشرعية كل شيء يخدم الشرعية. الشيء الوحيد الدولي، القرارات، الشيء الوحيد الذي لا يخدم الشرعية هي الشرعية نفسها. وبالتالي هنا الإشكالية. يعني بمعنى آخر إنه يعني كل هذه القرارات هي في الأخير مؤشر دولي واضح على أنه يجب أن تمضي في هذا الطريق وبقوة وبسرعة، الوقت ليس في صالحك. بمعنى آخر أنه تطور منطق القرارات من 22-16 إلى 23-42 يشعر أنه في نوع من التراجع في, في, في لغة الخطاب أيضا، وفي نوع من الحقائق التي بدأت تظهر مع الزمن ومع الوقت، وبالتالي مطلوب من الشرعية أيضا أن تعمل على مواكبة هذا التحول، أن تعمل على استباق مسألة الزمن فيما يتعلق بتوصيف أو بوضع خارطة وتوصيف دقيق وإقناع المجتمع الدولي بمثل هذه الخارطة. الجانب الآخر أيضا هو يعني إذا افترضنا أنه نحن استطعنا أن نحن نقطع شوط في مسألة العلاقات السياسية أو بمعنى البحث السياسي أو بمعنى خطابنا للمجتمع الدولي وإقناعه بمثل هذه القرارات، لكن في حقيقة الأمر هذه أو
هذه اللغة التي يفهمها المجتمع الدولي، لا يمكن أن يظل يعني يستسيغ مسألة إفهامه إياها ما لم يكن هناك تحول على الأرض. يعني مثلا مسألة نقل البنك، مسألة يعني الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، مسألة الصراع في مسألة الملف حسم الملف الاقتصادي وهو اليوم يعتبر مدخل خطير وكبير فيما يتعلق بمسألة الانتقال أو مسألة عودة الشرعية إلى الداخل. هذا الملف يعني ملف المرتبات، ملف حقوق الناس، هذا ملف كبير وخطير أيضا يتطلب سرعة معالجاته حتى يشعر المواطن في الداخل فعلا أنه في دولة، وحينما يشعر المواطن أنه في دولة تدافع عنه وشرعية موجودة وبدأت تستعيد قواها وأنفاسها، المجتمع الدولي أيضا يلاحظ من خلال هذه التفاصيل الصغيرة والبسيطة التي ذكرها مثلا تقرير لجنة العقوبات، أيضا تشعر أنه في مراقبة لكل شيء يتم. يعني على سبيل المثال يعني ذكر في لجنة العقوبات في التقرير مسألة التهجير القسري الذي حصل في عدن وبتوصيفات دقيقة جدا، يعني بمعنى أنه في مراقبة لما يتم في الداخل اليمني ولأداء شرعية ولأي والخطورة أيضا، وهذا الذي ما حد لاحظه في التقرير، أنه التقرير يضع عقلة أو بمعنى آخر عدسة محدبة تعكس كل شيء تقوم به، مقعرة تعكس كل شيء تقوم به الشرعية، بينما عدسة محدبة فيما يتعلق بمسار الانقلاب يعني وعملياته على الأرض، يعني لم يتطرق إلى مجازر الانقلاب التي حدثت. نعم، عند هذه النقطة أستاذ نبيل دعنا نأخذها بتفصيل أكثر، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك أستاذ نبيل. قبل الفاصل كنت تحدثني عن رؤية مغايرة من قبل مجلس الأمن لما يحدث على الأرض، عدسة مقعرة يعني تعكس بالتفاصيل الدقيقة ما تقوم به الشرعية، وعدسة محدبة ربما لا ترى بوضوح ما يحدث في يعني من قبل الحوثيين والانقلاب. لماذا؟ للأسف هذه الحقيقة التي قالها التقرير لجنة الخبراء. أولاً دعينا نكون واضحين في مسألة الحديث عن أداء الشرعية الدبلوماسي والسياسي أو الدبلوماسي تحديداً، يعني أداء الشرعية الدبلوماسي يكاد يكون يعني ليس عند مستوى هذه اللحظة على الإطلاق. يعني كل الطواقم التي تشتغل الآن دبلوماسياً لا زالت تشتغل بعقلية النظام السابق، وتقدم تقارير مغلوطة ومفبركة، وبالتالي المجتمع الدولي أيضاً يشتغل على هذا النسق. الجانب الآخر والمهم هو أنه هناك فشل إعلامي كبير ل أجهزة الشرعية الإعلامية الرسمية أو التابعة لها، أو بمعنى آخر ليس هناك مصفوفة واضحة لأداء إعلامي، وخاصة فيما يتعلق بوجود لغة تخاطب المجتمع الدولي. يعني على سبيل المثال يعني كل القنوات الموجودة في صف الشرعية لا توجد قناة إنجليزية، وبالتالي هذه إشكالية، لا يوجد موقع إنجليزي، وهنا الكارثة الكبيرة والخطيرة. بينما في صفوف الانقلاب معهم صحف تشتغل لحسابهم انجليزيا، معهم مواقع ايضا، ومعهم صحفيين في مؤسسات دوليه تشتغل، ولوبيهات خطيره تشتغل في المنظمات الدوليه ومؤسسات اعلاميه، وبالتالي يعني هذا الاشكال الدبلوماسي والاشكال الاعلامي هذه من ضمن الاخطاء الكبيره التي تقع فيها الشرعيه والتي لم تستطع ان تعالجها حتى هذه اللحظه. وبالتالي لا زلنا يعني او بمعنى اخر انه وجود طرفين يعني غير او بمعنى اخر وجود فريق غير متجانس في الشرعية. هذا الفريق الغير متجانس هو حصاد ونتيجة لمسألة الارتباك الموجود اليوم، ومسألة المتقافزين من النظام السابق والعائدون إلى الشرعية بأجندات النظام السابق، وهذه حقيقة يجب أن تصل إلى الشرعية وتوصل لصناع القرار في هذه الشرعية. يعني بعضهم يرى أستاذ نبيل أن هذا القرار ربما هو إشارة للشرعية لاستكمال حسم المعركة وإسقاط الانقلاب وساعدة الدولة لكي تستكمل العملية السياسية، هل يعقل ذلك؟ أولا المجتمع الدولي ليس معني بأي حلول في اليمن، لا سياسية ولا عسكرية. يعني هو سيتعامل مع من سيفرض هو سيتعامل بالضبط، يعني المجتمع الدولي يتعامل مع واقع موجود أمامه، لا يمكن أن يخلق واقع غير موجود يعني. وبالتالي هذا المعطى هو متروك للحكومة الشرعية، متروك لهذا يعني لعامين من العمل والمعارك والقتال على مختلف الجبهات السياسية والإعلامية. وبالتالي اليوم إذا لم نحصد نتيجة هذا الاشتغال وتحقيق حسم سريع عسكريا في كثير من الجبهات التي تكاد الآن
شبه موقفة حول العاصمة وما حولها. نعم. وبالتالي هذا السؤال يبقى مطروح على الشرعية، لماذا يعني المجتمع الدولي ينتظر منكم أن تحققوا شيء ولكنكم في الأخير لم تحققوا شيء حتى الآن، بمعنى أو بمعنى صح لم يكن الشيء المتحقق هو ذلك المطلوب والمرجو منكم شعبيا ووطنيا وحتى من قبل التحالف العربي. بمعنى آخر يجب أن يكون هناك مراجعة حقيقية ودقيقة لما تم خلال العامين الماضيين في مسار استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب. إذن أستاذ نبيل، يعني برأيك لماذا هاج صالح بعد قرار مجلس الأمن ويعني بدأ بحديث أو لقاء لأن لديه صواريخ بعيدة المدى، يعني كان أكثر ربما يعني حدة في خطابه، لماذا؟ أولا الجانب المهم في شخصية صالح وهو الذي ربما يغفله البعض هي الجانب الموفوي، يعني هو تاجر مافيا بالأخير، يعني كان تاجر مخدرات وخمور في باب المندب في سبعينات القرن الماضي وتصعد إلى رأس الجمهورية، ولازال هذه العقلية هذه الذهنية التي يعني هذه الثروة الكبيرة التي جمعها وسرقها من قوة الشعب، أيضا لم يكتفي بسرقة هذه الأموال وتحريزها في بنوك العالم بل تحولها إلى مصدر أيضا من مصادر المافيا والاتجار غير مشروع للسلاح وغير ذلك في المنطقة والقرن الأفريقي. علي عبد الله صالح لم يكن رئيس جمهورية بالمعنى الحقيقي بقدر ما كان تاجر سلاح وتاجر مافيا يوزع كل شروره على المنطقة، يعني شارك في كل الحروب من خلال تجارة الأسلحة في الصومال وفي الحبشة وفي أرتيريا وفي، وبالتالي يعني حتى مسألة المخدرات في منطقة الخليج العربي بابها وبوابتها الرئيسية كانت هي اليمن، هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها. وبالتالي هذا الهيجان هو الهيجان على مسألة عندما يتحدث عن الأموال والأرصدة وشبكة الأموال الكبيرة والدولارات الموجودة في البنوك هي تحز في نفسه، لأنه هذه الثروة التي بناها طوال فترة وجوده على كرسي السلطة، يعني بسبب لجنة العقوبات أنها وضعت يدها على هذه الثروة التي أصلا لم يكن يتوقع صالح على الإطلاق أن تأتي لجنة وتحصل على مثل هذه المعلومات، يعني هذه كانت بمثابة شفرة غير معروفة لكثير من الناس أو حتى بعضهم بعض، يعني الأسرة صالح لم يكن حتى يتبادر إلى بعضهم أن توجد معلومات متبادلة بينهم بهذه الحقائق يعني. فهذه كانت المفاجأة، أنه يعني تخرج لجنة وتعمل تطرح هذه الأسماء والتوصيفات والأصول والعائدات المالية وتضعها أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب اليمني بهذه الحقائق وبهذه الصورة، بالتالي هذا يعني نوع من التدمير الذاتي والتدمير النفسي لرجل ظل طوال عمره ينهب ويسرق ويتاجر بقوات الشعب. إذن يعني تجميد أو يعني التجميد أصول قبل أيام، تمديد لجنة العقوبات لمدة عام آخر، هل يمكن أن نفهم أن هناك معلومات أخرى سرية توصلت إليها لجنة العقوبات وهي بحاجة لوقت للتقصي من أجلها؟ أولا لا شك، دعنا نفترض الجانب الإيجابي في هذا التمديد هو أنه ربما قد تكون موجودة لديهم بعض الأشياء، أو بمعنى آخر أنه بمثابة يعني عدم وجود قرار أو رؤية واضحة لمسار هذه الحرب في اليمن من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي مددوا عاما أخرى. الجانب السيء في الموضوع والغير إيجابي أيضا هي مسألة أنه يعني التمديد في 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 هذه الحالة يعني أنه ما فيش حسم حقيقي للموضوع، بمعنى أنه ستظل عملية روح مكانية، أو بمعنى آخر أنه مقدمة ل يعني لطي أو لحرف الانتباه عن ما يجري في اليمن وتحويلها إلى قضية منسية. هذا الخوف الكبير مما يتعلق باستمرار هذه المفاوضات أو هذه اللجنة بدرجة رئيسية. نعم. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي وضاح الجليل من القاهرة. مساء الخير أستاذ وضاح. مساء النور لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ وضاح. لو بدأنا معك بقراءة سريعة لقرار مجلس الأمن المتعلق بالانتقال السياسي الكامل تمديد لجنة العقوبات. نعم، من الواضح أن مجلس الأمن ما يزال يصر على تنفيذ قراراته، لكن في المجمل هذا القرار لم يأتي بجديد، هو ربما يكون تكرار وتعزيز للقرارات السابقة. إلا أن ما يلاحظ أن المجتمع الدولي نفسه لا يريد حسم المسائل بشكل كامل وجدي وحاسم، هو القرار برغم تأكيده على القرارات السابقة لكنه أصر على مسألة الانتقال السلمي، بمعنى أن
هذه الأزمة الحالية والحرب الحالية لابد أن تنتهي بحلول سياسية. طبعا هذا مضمون هذا القرار لا يمنح الانقلابيين أي فرصة للاعتراف بهم، لكنه يمنحهم مساحة زمنية للعب عليها ومحاولة استعادة أنفسهم وفرض الأمر الواقع. يلاحظ أن المجتمع الدولي يلاحظ أن مجلس الأمن يلتزم بالقانون الدولي تماما في مثل هذه المسائل، لكنه لا يكون حاسما وصارما وشديدا بشأنها. مثلا لماذا لا يتخذ قرار اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا لحسم الأمور بشكل جاد ونهائي وتام؟ لماذا يعمل على ترحيل الأزمات وإطالتها وإتاحة الفرصة للإنقلابيين والميليشيات بالمزيد من العبث وهذه التخريب والدمار وتمزيق المجتمع؟ هناك تدور أحاديث كثيرة عن إمكانية حدوث تسوية سياسية داخل اليمن تحفظ للجماعة الحوثي ما اكتسبوه من خلال هذه الحرب والانقلاب الذي يمتد عمره لأكثر من عامين ونصف. هذا معناه أن هناك نوايا لتحويل اليمن إلى لبنان أخرى لتطييف المشهد السياسي في اليمن، وجعل الجماعة الحوثية نموذج آخر لنموذج حزب الله في اليمن. هذه المسألة شديدة الخطورة والحساسية. المجتمع اليمني برغم أنه لم يحصل على دولة كاملة وحقيقية في الفترة السابقة، إلا أنه كان يستطيع أن يتعايش بين جميع أفراده ومكوناته بدون مشاكل عميقة كالتي تحدث الآن. لكن شرعنة هذا الانقسام الذي صنعه الحوثيين يعني لما لا يدع مجال للشك أن اليمنيين لن يحظوا بدولة عادلة خلال الفترة القادمة. المجلس الأمن نعم ما يزال يلتزم بالقانون الدولي، إلا أنه لا يعمل على لكن الأمور بشكل جاد وقطعي. نعم أستاذ وضح، يعني ربما في القرار 22/16 يعني كان لغته أكثر حسم أو أكثر حزم إن صح لي القول، ما قيمة القرارات إن لم يعني يتمكن مجلس الأمن على فرضها وإلزام الأطراف بتنفيذه؟ يعني قرار 22/16 ربما لو تم إلزام الحوثيين بتنفيذه أننا الآن في بر الأمان على ما يجب. نعم سبق وأن تحدثنا كثيرا حول هذا الأمر. مجلس الأمن والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي تلتزم بالقانون الدولي بشكل واضح وفي المشهد الظاهر، لكنها تعمل من خلف الكواليس على محاولة تمكين الإنقلابيين أو من يخترقون القانون الدولي من تنفيذ مشاريعهم وأجندتهم بشكل وعلى الأقل بشكل جزئي. هذا الأمر يتم من أجل إبقاء المنطقة في طور صراعات مستمرة ولا تستطيع أن تتجاوز هذه الصراعات، ما يسمح للقوى الدولية الكبرى بالتدخل في هذه المنطقة وإدارة الصراعات فيها وعدم السماح للشعوب بتقرير مصيرها بشكل كافي. كما أشرت أن قرار مجلس الأمن 2216 كان أكثر حزما وشدة من في لغته وصياغته أكثر حزما وشدة من هذا القرار الأخير، إلا أن المجتمع الدولي نفسه لم يعمل على تنفيذ هذا القرار وإلزام الإنقلابيين به. لكن الآن هذا القرار الجديد هو يتيح للإنقلابيين مساحة للعب محاولة كسب الوقت من خلالها، وهم كما أظن يريدون أن يوصلوا الجميع إلى قناعة وبالأمر الواقع الذي فرضه الإنقلابيون بما يتيح القبول بهم وبإنقلابهم وعدم تجاوز طيب. خلال هذه الحرب. نعم أستاذ وضح، لو انتقلنا إلى نقطة الأموال المنهوبة، لما يركز مجلس الأمن على هذه النقطة بالتحديد؟ ما الذي يعكسه برأيك؟ هناك غموض في هذه المسألة، لا أحد يستطيع أن يجزم بشكل قاطع ما الذي يريده مجلس الأمن والقوى الدولية الكبرى في هذا الشأن، لكن من الواضح أن مجلس الأمن لا يريد مصادرة الأموال المنهوبة بالفعل وإعادتها إلى أصحابها. ربما هذه العملية هي مجرد ابتزاز لهذه القوى الإنقلابية
في اليمن أو في غيرها من الدول، هناك يحدث ما يشبه الابتزاز للقوى التي نهبت أموال الشعوب والشخصيات التي كدست ثروات من خلال حكمها وتسلطها على الشعوب، لكن لا توجد جدية في مصادرة هذه الأموال وإعادتها إلى أصحابها، لأن هذه الأموال تمثل مراكز مالية تدعم الاقتصاد الغربي وتسمح له بالكثير من التنفس وتجاوز أزماته الطارئة. لذلك أعتقد أنهم لا يريدون إعادة هذه الأموال، لكنهم يبتزون الانقلابيين من خلالها، وأيضا يوهمون الأطراف الأخرى الشرعية والشعب اليمني بأن هناك إمكانية لعودة هذه الأموال إليهم. نعم نعم أستاذ، وضح أخيرا يعني طرح الأستاذ نبيل البكيري ضيفنا هنا في الاستوديو فكرة أن هناك فشل إعلامي لأجهزة الشرعية، وربما هذه النقطة تحدثنا فيها كثيرا، فشل إعلامي في توصيف رسالتها، في دعم الشرعية، في نقل الصورة الحقيقية للعالم. يعني ضرب مثال أنه لا توجد قناة واحدة تتحدث بالإنجليزية، لا يوجد موقع واحد يتحدث بالإنجليزية، كيف تعقب على هذه النقطة خاصة يعني كونك صحفي؟ هذا الأمر واضح ولا جدل فيه. الفشل الذي يعاني منه إعلام السلطة الشرعية واضح بشكل جلي. الإعلام والرأي العام العالمي والغربي وحتى هنا في المنطقة العربية أيضا يتعرض للكثير من التشويش والوقائع المزورة التي يسربها إعلام الإنقلابيين والإعلام الموالي لهم من والممول من قبل إيران. أنا ألاحظ في كثير من الجنسيات العربية التي ألتقي بها هنا في القاهرة أنهم يعتقدون أن ما يحدث في اليمن هو حرب بين اليمن والسعودية، لا يعرفون بأن هناك حرب داخلية وأن هناك انقلاب نفذه الحوثيون بالتحالف مع عبد الله صالح، وأن هذا الانقلاب صنع انقساما مجتمعيا وأدى إلى تدخل خارجي، وأن هذا الانقلاب كان بدعم من إيران. هناك فشل ذريع في هذه الجبهة. صحيح أن الكثير من القوى الدولية الغربية تدعم إعلام أو توجه إعلامها لمناهضة التدخل الخليجي في اليمن، لكنها لا تبرز الحقائق حول هذا التدخل، لا تكشف أسباب هذا التدخل والوقائع الحاصلة عليه. هي تبرز أن الحرب في اليمن هي تدخل خارجي واعتداء على اليمن. شكرا. نعم. شكرا لك وضاح الجليل الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة أخيرة لك أستاذ نبيل، كيف يمكن أن تتلافى الشرعية مثل هذه نقاط الفشل أو نقاط الضعف إن صح لنا القول، حتى تستطيع يعني لديها تأييد مجتمع دولي، لديها قرارات بصفها، لديها مساندة إقليمية، أيضا جزء كبير من الشعب يقف معها، كيف يمكن أن تستغل كل هذه النقاط لكي تنهض من جديد؟ لا شك الإشكالية الكبيرة اليوم التي تواجه الشرعية، أو بمعنى أنها تختلقها الشرعية، هو عدم وجود روح الفريق الواحد في إطار هذه الشرعية. أيضا والأخطر من عدم وجود روح الفريق الواحد هو وجود تضارب الأجندات في التحالف العربي. هذه النقطة الجوهرية والمركزية التي سيبنى عليها مصير هذه الشرعية وأدائها خلال المرحلة القادمة. بمعنى آخر أنه هاي التضارب في الأجندات، وهي على مستوى ما يجري اليوم في عدن متى على سبيل المثال، هي إشكالية خطيرة وكبيرة. بمعنى آخر أنه هذا تهديد ليس فقط لمسار وأهداف التحالف العربي، وإنما تهديد أيضا لشرعية هذه الشرعية التي على بموجبها تدخل التحالف العربي. يعني مثلا النتوءات التي أنشأتها بعض الأطراف العربية أو التحالف العربي في عدن فيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية التي تم اختراعها خارج إطار المؤسسات الرسمية اليمنية، مثل حزام الأمني، مثل الألوية التي تحسب على مناطق معينة، هذه كلها تعتبر مثابة تهديد مباشر لشرعية الرئيس هادي والشرعية الموجودة اليوم. وبالتالي هذا الخطر، يعني مثلا من أهم العوائق اليوم في عدم وجود أو استقرار منطقة أو استقرار مدينة كعدن تعتبر عاصمة اليمن اليوم،
وعدم وجود هذه النتوءات وهذه الوحدات العسكرية التي تشتغل خارج إطار القرار الرسمي، وبالتالي مثل هذه الإشكالية الخطيرة تنعكس على الأداء الأمني والأداء الاقتصادي، يعني مثلا أزمة المشتقات النفطية، أزمة الكهرباء في عدن، هي ليست موجود أزمة لعدم قدرتهم على معالجتها، لا بالعكس، هي موجودة نتيجة لوجود هذه التضارب في القرارات والتوجهات في عدن نفسها. هناك أكثر من حكومة حاكمة وسط عدن، سلطة للميليشيات المسلحة المسمى بالحزام الأمني، وسلطة لأطراف في الشرعية، وسلطة أيضا للسلطات المحلية في عدن. يعني نحن أمام إشكالية خطيرة، هذه الإشكالية تتمكن بتصديرها من قبل بعض الأطراف في التحالف العربي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل البكيري البحث السياسي، كنت معنا في المسالمني لهذا اليوم. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مسالمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.